يقول من دخل المسجد قبل أذان المغرب بربع ساعة أو أقل أو أكثر هل يصلي ركعتين أو يجلس؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لأنه تعارض أمران. الأمر الأول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، تعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالمسألة فيها مجال للاجتهاد بين أهل العلم، خلافية. بعض أهل العلم قال يقدم النهي هنا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيقول يصلي لأن هذا ذوات أسباب، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. والقول الثاني أنه لا يصلي ويجلس لأن الوقت وقت نهي، يستثنى من ذلك صلاة الطواف، ركعتي الطواف يستثنى صلاة المنذورة. والأظهر والله العالم هو قول الشافعي في هذه المسألة، وأنه يصلي إلا إذا كان قبيل غروب الشمس، يعني دقيقة دقيقتين، لأن هذا يدخل في الوقت الحرام المحرم، يعني الوقت من العصر إلى المغرب هذا فيه وقت، وقت فيه وقتان، من العصر إلى أن تحمر الشمس وقت، ومن أن تحمر الشمس إلى أن تغيب هذا وقت آخر، يعني من أن تحمر الشمس إلى تغيب هذا وقت محرم باتفاق. فإذا كان قبيل المغرب تماما الأولى أن لا يصلي، وإن صلى ما عليه شيء، شرط أنه ما تقصد الشمس، لأن في أناس يسجدون للشمس مثل هذا الوقت، عباد الشمس يسجدون لها عند شروقها وعند غروبها، فكأنه شابههم في هذا، من هذا الباب يعني، والله أعلم.